وصلت لي كره القدم. هذا هو الواجب. الواجب اللي تنخدموا واحد القطاع تنخدموه كمسيرين تنخدموه بالمجان اولا. ولكن اليوم هذا الاستقبال اللي استقبلنا السيد العامل صاحب الجلاله باقليم قنيطره تنشكروه، باسكو هذه المبادره راه مفخره لنا كقنيطرين وقنيطريات. وهذا التتويج على جميع المغاربه والمغربيه، تنهديو جميع المغاربه والمغربيه. الخدمه اللي خدمناها انا والسي هشام من 2009 الى باش وصلنا لهذا الشيء راه ماشي من السهل. اليوم السي هشام الدقيق ولا من الخبراء قاريين وعالميا. هذه الخبره اللي خدا خاصو يدرسها المدربين الاخرين اللي غيجيو المنتخبات باش يستافدوا كيفاش باش هو تيسير مجموعه وتيجيب بها النتيجه. ماشي من السهل هذا الشيء اللي تيدير وتدور به الناس وافيين ليه، وما كاينش الهضره بزاف وكاين الشغل وكاين النتيجه. جوج كؤوس افريقيا، كاس العرب، ثلاثه الخطرات مشينا كاس العالم. راه قليل المدربين اللي داروا هذا الانجاز اللي دار السي هشام دقيق. تنسكروا السي فوزي القجاع اللي توفر الظروف لكاع المنتخبات وتسهل عليهم المأموريه باش يديروا النتائج. تبقى المردوديه تبقى من المدربين ومن اللاعبين باش تولي عندهم الكفاءه باش يوليو اقوياء في القاره الافريقيه ويوليو يديروا احسن تمثيل عالميا وفي الالعاب الاولمبيه. حنا المنتوج ديالنا اليوم حنا كمسؤولين ديال كره القدم، لا كمسيرين، لا كاعضاء جامعيين، لا كرؤساء عصاب، هذا هو الخدمه ديالنا. هي اليوم القاعده صغيره، خاصها تزيد تكبر القاعده باش تطلع واحد النخبه، وهذيك النخبه هي اللي غتزيد بالكره القدم. اليوم حنا 0.25% من الممارسين من 40 مليون نسمه اللي عندنا في المملكه المغربيه. نتمناو هنا خمس سنين نوليو واحد في المدى المتوسط، نوليو 1%، غنوليو 400,000 ممارس. هنا نتمناو في المدى الطويل من 10 سنين الجايه ان شاء الله نوليو واحد 2% بظروف ملائمه بالملاعب بالبنيه التحتيه بكل شيء، غنولي 800,000. هذيك 800,000 ولا بد تعطي الاكله ديالها في المستقبل، علما بان احنا انا وسي هشام درنا فاش بدينا راه كنا بدينا بواحد الفريقه ديال الفوتسال ديال القدماء، ومن ثم نجزنا واحد البطوله محليه، ومن بعد درنا دورات دوليه، دوري دولي اللي جبنا انديه، ومن بعد قررنا درنا واحد البرنامج اللي قسمنا في العصاب شمال جنوب، ومن هذيك شمال جنوب تخلق القسم الوطني الاول والثاني، من هذاك القسم الوطني الاول والثاني خرجوا علماء فوتسال، منهم السيد دقيق، منهم الناس اللي معاه، خرجوا علماء في الفوتسال كلاعبين كأطور. تنشكروا منبر، تنشكروكم انتوما اللي تجيو دائما تساندونا وتلقاوكم في كل حفل، وشكرا جزيلا لكم.